تواصل مملكه البحرين تسجيل انخفاض ملحوظ في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 43 حاله قائمه جديده منها 13 حاله لعماله وافده و24 حاله لمخالطين لحالات قائمه، اضافه الى ست حالات قادمه من الخارج، في حين لم تسجل اي حاله وفيات خلال اليوم. فيما اعلنت الوزاره تعافي 67 حاله اضافيه حيث انخفض العدد الاجمالي للحالات القائمه الى ما دون 400 حاله